أنا الآن في الطواف لاستكمال مناسك العمرة عن المرحوم محمود أحمد شحادة حوده رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم أكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وذرية خيرا من ذريته. اللهم أدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم عامله بما أنت أهله ولا تعامله بما هو أهله. اللهم جازه عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة عفوا وغفرانا. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم أدخله الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذابه. اللهم املأ قبره بالرضا والنور والفسحة والسرور يا أرحم الراحمين. اللهم آته برحمتك ورضاك وقه فتنة القبر وعذابه وآته برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين. اللهم انقله من مواطن الدود وضيق اللحود إلى جناتك جنات الخلود. اللهم ارحمه رحمة تسع السماوات والأرض. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وثقل بالحسنات ميزانه وثبت على الصراط أقدامه وأسكنه يا رب في أعلى جناتك بجوار حبيبك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.